بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم ودرس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. والنهاردة إن شاء الله معانا محاكاة ليلة الامتحان، هنقضي مع بعضنا نص ساعة في ليلة الامتحان. محاكاة ليلة الامتحان، ماذا تفعل ليلة الامتحان؟ ده عنوان درسنا النهاردة. مع بعض كده نمسك ليلة الامتحان من أول ما نصحى من النوم لغاية لما نخلص الامتحان. نشوف مع بعض أول حاجة نتكلم فيها، هنتكلم عن 10 عناصر أو 10 خطوات مفروض إن إحنا بنعملها من أول لما أصحى من النوم لغاية لما أخرج من لجنة الامتحانات. يبقى النهاردة هنتكلم عن موضوع بيهم الكتير منا وخصوصا في هذا الوقت. هنتكلم عن ليلة الامتحان أو محاكاة ليلة الامتحان، وأنا طبعا متأكد إن بعضكم يعرف بعض الأشياء عن هذا الموضوع نتيجة إن أحد الأصدقاء أخبره بذلك، ولكن هو مش متأكد وعاوز يتأكد من صحة هذه المعلومات. فإحنا النهاردة هنأكد لحضراتكم ليلة الامتحان ماذا يحدث في ليلة الامتحان ونحط النقط فوق الحروف. يلا نطلع مع بعض كده نشوف العنصر الأول من عناصر ليلة الامتحان. أول حاجة لازم نعرفها، إحنا هنمتحن فين؟ مكان عقد لجنة الامتحانات. أنا هروح أمتحن فين؟ أول حاجة لابد إن إحنا نعرفها إن إحنا هنمتحن في المرور. المرور المكان اللي متواجد فيه الريزيدنسة بتاعتك أو أي موتوتراسيوني شيفيلي موجود في منطقتك أو المكان اللي أنت ساكن فيه. زي ما إحنا شايفين ده المكان اللي أنت هتمتحن فيه أيا كان المحافظة اللي أنت بتسكن فيها. تدور على المدرسيون شيفيلي اللي هو المرور، مصلحة المرور، وتروح تمتحن فيها. طيب يبقى هنا في يوم الامتحان النظري بتاع رخصة القيادة يجب عليك إنك تذهب إلى مكتب المرور التابع أو الموجود في مدينتك ويكون معاك الأوراق بتاعتك الخاصة بالامتحان اللي هو الموديل اللي انت هتمتحن بيه اللي مقدم بيه على الامتحان، زائد معاك بطاقتك الشخصية وإقامتك، وبالتالي بتروح للامتحان. والنموذج ده هو بتاخده من المدرسة أو بيكون مع المندوب اللي هيطلع معاك من المدرسة إذا كنت انت مسجل في مدرسة. أما إذا كنت مش مسجل في مدرسة فأنت بتروح مباشرة إلى مكتب المرور وبتقدم النموذج اللي معاك وبطاقتك الشخصية والبرمسو أو بطاقة الإقامة علشان خاطر الامتحان. يبقى ده مكان عقد الامتحان، مودراسيوني شيفيلي اللي هو المرور. طيب العنصر الثاني المطلوب مني قبل أما أروح الامتحان، إيه المطلوب إن أنا أعمله قبل ما اروح المرور او قبل ما اروح موتوتراسيوني شيفيل؟ اعمل ايه؟ ايه المطلوب او ايه الحاجه اللي لابد ان انا اعملها؟ اول حاجه لابد تعملها بعد ما تقوم من النوم وتفوق كده، وبعد كده لابد انك تكون مستيقظ في هذا اليوم او في هذه الليله مبكرا، وتمسك بعد لما تفطر تمسك التليفون بتاع حضرتك وتحاول تحل على الأقل 10 اسكيدات أو 10 نماذج امتحانات مختلفة أو امتحانات عامة على التليفون، وتشوف النتيجة بتاعتهم
عاملة إزاي، ولو كان عندك بعض الغلطات سواء كان غلطة أو اتنين أو خمسة، أنت بتراجع على غلطاتك بس وتشوف نقطة غلطك فين وبتراجع عليه. طيب رجعت وحليت 10 نماذج قبل ما أروح للامتحان، كده يبقى أنا إيه تمام، عملت مراجعة أخيرة، أتوكل على الله بقى كده وأذهب إلى المرور أو إلى مودريسيوني شيفيلي. طيب العنصر الثاني أو الثالث، إزاي أنت هتروح المرور؟ كيف تذهب إلى لجنة المرور؟ أول حاجة زي ما أنا قلت، لو أنت كنت مسجل في مدرسة تبع سكولة جويدة، فأنت بتروح المدرسة وبتطلعوا هناك مجموعة، الناس اللي تمتحن كلها في الوقت ده أو في اليوم ده بيروحوا مع بعضهم في عربية السكولة جويدة، وبيطلع معاهم المندوب وبيروحوا من المرور، ويبقى معاه الأوراق بتاعتهم اللي هي الطلبات بتاعت الامتحانات، تمام؟ وساعة لما تخش المرور أو تدخل القاعة، هو بيسلم الأوراق بتاعتك للمندوب بتاع الامتحان اللي هو المراقب بتاع اللجنة، وبعد كده واحد واحد بيخش اللجنة ويمضي على اسمه، وبعد كده بيسلم التليفون بتاعه قبل ما يخش المكان اللي عليه الكمبيوتر بتاعه. طيب انا مش مسجل في مدرسة، اعمل ايه؟ بروح على طول للمرور واستنظر دوري لغاية لما حد ينده عليا واخش امتحن. بعد كده يجي لي ازاي او ماذا افعل اثناء تواجدي في قاعة الانتظار قبل ما اخش المرور؟ طبعا هيبقى في ناس بتمتحن قبلي، لان كل واحد بيبقى له توقيت معين او وقت معين هيمتحن فيه. لو كنت انت هتمتحن اول حاجة، اول مجموعة هتمتحن انت، فانت بتقعد الاول بتنتظر في قاعة الانتظارات اللي هي قبل ما تخش القاعة بتاعة الامتحانات، بيبقى فيها متواجد الناس اللي عليهم الدور، وبيبقى واقفين معاهم ايضا المندوبين بتوع المدرسة بتاعة السواقة او السكولة جويدة، بيبقى كل مندوب معاه المجموعة بتاعته الثلاثة اربعة او الخمسة اللي هيمتحنهم في اليوم ده، بيعرفهم بعض النقاط، واذا كان عنده اي حد عنده استفسار او عنده اي سؤال بيسألوا بعض ويتشاوروا مع بعض. انت خليك بس هادي وما تتوترش، وبعدين ما تخشش في المناقشات دهيت، انت بس تسمع وخلاص اللي هم بيقولوا عليه، ربما تكون في معلومة ما تايهة عنك. بعد كده لما انا اخش بعد كده قاعة الامتحانات، شكل قاعة الامتحانات زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم اهي، ادي اللجنة او ادي القاعة او المكان اللي انا همتحن فيه. زي ما احنا شايفين ده مكان الامتحان بالمنظر ده وبالشكل ده. لما احنا ندخل القاعه، قبل ما ادخل القاعه ده هي التقى في مندوب قاعد على الباب على ترابيزه او على مكتب، وبعدين قدام منه الكشف، بتشوف اسمك فين وبتمضي قدام اسمك وبتسلمه بطاقتك الشخصية عشان يتحقق من انك الشخص نفسه، وبعد كده بيطلب منك اذا كان معاك موبايل بتحط الموبايل على الطاولة او على الترابيزة، وبيعطيك السكيدة اللي انت هتمتحن بها او اللي هي عليها نموذج الامتحان الخاص بيك، وعليه كمان بياناتك وصورتك الشخصية، وبيقول لك اقعد مثلا في الطاولة او في الترابيزة او المكتب رقم كذا او الاول او الثاني او الثالث او هكذا، بيعرفك بالضبط انت هتقعد فين، لان كل كمبيوتر بيبقى مخصص باسم واحد معين، يعني كل واحد له كمبيوتر مخصص باسمه عليه السكيدة الخاصة بتاعته مختلفة عن الكمبيوتر الآخر. اهو كل واحد قاعد بعيد عن التاني، كل واحد معاه سكيدة مختلفة عن التانية، محدش يعرف انت عندك ايه ولا حدش يعرف الاخر عنده ايه، وكل واحد مشغول مع نفسه مع الوقت بتاعه، محدش هيقدر يلتفت للتاني ولا يساعد التاني.
خلاص انت دلوقتي دخلت القاعة بتاعت الامتحان، وطبعا قاعة الامتحان زي ما احنا شايفين بالصورة ديت وبالمنظر ده، بتخش تقعد على المكان بتاعك وبتظبط الكمبيوتر بتاعك، وكل واحد بيبقى معاه السكيدة بتاعته زي ما انا قلت مختلفة عن الاخرى، تمام كده، كل واحد قاعد على مقعده وقدامه جهاز الكمبيوتر بتاعه. نيجي بقى على شكل شاشة الكمبيوتر، الكمبيوتر ده هو الشكل بتاع الكمبيوتر او سيستم الكمبيوتر، ازاي اتعامل مع شكل الكمبيوتر. ادي كلها اجهزة الكمبيوتر، الحاسب الالي اهو، ده الكمبيوتر اللي انت هتمتحن عليه في اكزام الدكتوريه، ازاي اتعامل مع شاشة الكمبيوتر، او عايز اعرف شاشة الكمبيوتر دي نظامها ايه. يبقى الامتحان بتاعي بتاع النظري هيكون باستخدام تكنولوجيا المعلومات اللي هو جهاز الكمبيوتر المزود بشاشة بتعمل باللمس، زي ما احنا شايفين الشاشة بتاعت جهاز الكمبيوتر بالتاتش بصبعك، جهاز لمس زي التليفون بالظبط. شاشة الكمبيوتر بدون لوحة مفاتيح بدون ماوس، هي فقط باللمس، تمام كده، عشان كل واحد يعرف ان هي شاشة باللمس نظام تاتش. طيب لما تقعد على المقعد المخصص لك هتلاقي قدام منك شاشة الكمبيوتر بنظام سكرين تاتش، يعني اللمس بدون زراير او بدون مفاتيح زي اللي في الصورة قدامي ده بالظبط. طيب بمجرد لما كل واحد يدخل السكيدة بتاعته في الجهاز المثبت مع الشاشة، يعني بيبقى جنب الشاشة ده هي في جهاز صغير بنحط فيه السكيدة بتاعتي، عاملة زي التيسر سانيتاريا أو عاملة زي البطاقة الإلكترونية بتاعتنا، بندخلها في قلب الجهاز، بيظهر لي على طول على الشاشة كل بياناتي الشخصية، النيوم والكونيوم وداتا النشطة وش دي ننسى، والصورة بتاعتك الشخصية كمان بتظهر على شاشة الكمبيوتر. يعني السكيدة تبقى مخصصة باسمك وامتحانك مختلف عن امتحان الآخرين زي ما احنا شايفين هي ديت شكل الشاشة، تمام كده يا شباب. نشوف بعد كده معايا هنعمل ايه او هنتعامل ازاي مع الشاشة. زي ما انا قلت الشاشة عبارة عن نظام تاتش، عبارة عن نظام تاتش، ده شاشة الكمبيوتر، وادي الجهاز اللي انا بحط فيه السكيدة بتاعت الامتحان زي ده بالظبط يا جماعة، فيها قطعة نحاسية هي تبقى مسجلة عليها بياناتك وكمان الامتحان بتاعك، بتركبها في الجهاز زي ده بالظبط. أول ما تركبها في الجهاز، الجهاز بيقراها ويظهر لك على الشاشة كل بياناتك وبما فيهم الامتحان بتاعك. طبعا قبل الامتحان الرسمي الأساسي بتاعك بيعمل لك أو بيعمل لنا كلنا امتحان تجريبي علشان نجرب شاشة الكمبيوتر زي ما احنا شايفين التسرة هي في القطعة بتاعت الموصلة بالشاشة اللي هتطلع بياناتي وهتطلع السكيدة. قبل ما بنشغل الامتحان الرسمي بتاعنا الأساسي بيعمل لنا اختبار علشان نختبر به شاشة الكمبيوتر، تمام كده. الامتحان التجريبي عبارة عن 4 أسئلة، انت بتظهر لك على الشاشة على طول، هو بيقول لك كله يستعد في وقت واحد، بيظهر قدامك السؤال الاولاني انت هتضرب زيرو ولا فالسو، اتك على اي زرار يعجبك، ما تفكرش في اجابة السؤال لان دي سؤال تجريبي، اسئلة تجريبية مش محسوبة، هي مجرد بروفة قبل ما نخش للامتحان الاساسي، فانت اضغط على اي زرار بس احنا نتأكد ان الشاشة شغالة، التاتش شغال، مفيش اي مشكلة في الجهاز. فاحنا بنعمل الاختبار التجريبي، 4 أسئلة، تضغط افانت افانت افانتي لغاية لما توصلك الى الشاشة الرئيسية بتاعت الامتحان اللي هيبدأ يعد الوقت فيها، تمام كده.
يبقى ديت الفترة التجريبية أو الامتحان التجريبي ماليش دعوة بيه، ما فكرش في الأسئلة اللي قدام مني وأعصر دماغي وأشتت تفكيري فيها، لأنها مش محسوبة، هي مجرد تجربة فقط، وهم 4 أسئلة بتحاول تحلهم أي حاجة، تتك على أي زرار فيرو ولا فالسو لغاية لما تخش على الشاشة بتاعتك الرئيسية. تمام كده؟ نشوف بقى نظام الامتحان ولغة الامتحان ازاي بيكون نظام الامتحان. انا شفت شكل الشاشة بتاعة الكمبيوتر، عايز بقى اعرف ازاي الامتحان هيجي لي، بيبقى نظامه ايه ووضعه ايه، بحل كم سؤال ليا، كم غلطة اغلطها، دي كله هنشوفه مع بعض دلوقتي في العنصر السابع، نظام الامتحان ولغته. اولا بالنسبة للرخصة اللي هي AM بتاعت الشيكوانتينا الموتوسيكل، موتوشيكلي اللي هي الباتينتا AM، نظامها ايه؟ الاسئلة بيكون عندي الاختبار عبارة عن 30 سؤال، اسئلة الـ AM 30 سؤال بتأجب عليهم بفيرو ولا فالسو. مدة الامتحان اللي مسموح لك 25 دقيقة، يبقى أنا عندي 30 سؤال بنحلهم في 25 دقيقة. يا جماعة اتزامي باتينتا ام ترينتا دوماندا سينجول، يعني 30 سؤال مستقلين فرديين بنحلهم لإما فيرو لإما فالسو. عندي التيمبو الوقت اللي مسموح لي 25 مينوتش، عندي 25 دقيقة هي مدة الامتحان بالكامل. أثناء الامتحان أنا بتنقل بحرية داخل النموذج أو داخل السكيلة بتاعتي، بطلع من سؤال إلى سؤال آخر، وممكن إن أنا أغير الإجابة بعد ما أحل فيرو ولقيتها مثلا ان هي الاجابه بتاعته فالص وعايز ابدل اجابتي، ممكن مسموح لي ابدل اجابتي بعد ما احل السؤال، مفيش اي مشكله، بتتنقل بحريه تامه داخل نموذج الاسئله من سؤال الى اخر مع امكانيه تغيير الاجابه، وبيكون انا نجحت في الامتحان لو حصلت على 3 فقط غلطات، تري اوروري بيساوي بورموسو، يبقى انا انجح امتى؟ لو جبت فقط 3 غلطات، اكتر من 3 غلطات بيبقى بوتشاتو يعني ساقط. يبقى عندي هنا الـ AM 30 سؤال 25 دقيقة الوقت، ليا فيهم 3 غلطات ناجح 4 غلطات ساقط، ده بالنسبة للـ AM. طيب بالنسبة للباتينتا بي أو آ، الباتينتا اتزامي باتينتا آ أو بي، الدوماندا اللي عندي كورانتا دوماندا سينجول، عند 40 سؤال فردش، الإجابة عليهم أيضا بتكون فيرو ولا فالسو، بيكون برضو عندي الإجابة إما فيرو وإما فالسو. الوقت اللي مسموح لي 30 دقيقة، أنجح إمتى؟ لو جبت بس 4 غلطات بعتبر برموسو يعني ناجح، إن جبت 5 غلطات بعتبر بوتشاتو يعني غير ناجح أو راسب. ده بالنسبة لباتينتا A وباتينتا B. طيب لغة الامتحان اللي أنا بمتحنه ده يا شباب، يبقى أنا عندي هنا كواترو إيروري بيساوي برموسو، تشينكو اوروري بيساوي بوتشاتو، دي بالنسبة للباتينتا بي او الباتينتا آ. لغة الامتحان الاول، الامتحان بتاعي ممكن بحله او بعمل الامتحان من خلال ترجمة الاسئلة الايطالية الى اللغة الالمانية، لغة المانية أو لغة فرنسية، توديسكي ألماني فرانشيزي فرنساوي، اللغتين الاتنين اللي مسموح لي فيهم الامتحان اللغة الألمانية واللغة الفرنسية. ممكن كمان أطلب أنني أركب
سماعة الصوت، سماعة ترجمة صوتية للأسئلة. يعني ممكن أطلب إنني أركب سماعة ترجمة لغة إيطالية أو ترجمة لغة ألمانية أو ترجمة لغة فرنسية. صوت ممكن تطلب وانت بتقدم على الامتحان، بتقدم طلب انك عايز تسمع او تركب الملفات الصوتية اللي هي الكوفية اللي بتسمع بيها السؤال، يبقى قدامك تقرأ السؤال وكمان بتسمعه، ده ممكن تقدم عليه وانت بتطلب الامتحان. وبالنسبة للسماعة اللي انت هتركبها بتاعة الصوت، طبعا مش اي حد مسموح له ان هو يطلب الكوفية، بس الأشخاص اللي هم لا يحملون الجنسية الإيطالية والأشخاص الذين يعانون من صعوبات خطيرة في فهم النصوص في شكل مكتوب. يعني اللي ما بيعرفش يقرأ ممكن يقدم طلب إن هو ما بيعرفش يقرأ، ده من حقه إن هو يستخدم الملفات الصوتية الكوفية، أو يقدم طلب إن هو ما معهوش الجنسية الإيطالية، ده برضه من حقه إن هو يقدم على الكوفية أو الملفات الصوتية. نشوف بعد كده العنصر الثامن، شكل الامتحان على الشاشة وكيفية التعامل معه. شكل الامتحان على الشاشة بيكون عامل إزاي يا شباب؟ عايزين نشوف شكل الامتحان على شاشة الكمبيوتر وكيف يمكن التعامل معه. شكل الشاشة بتبقى قدام حضرتك بالمنظر ده بالظبط، ده شكل الامتحان بالظبط، بيبقى بالشكل ده زي ما احنا شايفين في أعلى الشاشة من فوق الجزء الفوقاني، فيه عبارة عن أربع مجموعات. المجموعة الأولى ضمنضة من 1 لـ10، المجموعة الثانية ضمنضة من 11 لـ20، المجموعة الثالثة ضمنضة من 20 من 21 ل 30، المجموعة الرابعة الأسئلة من 1 من 30 إلى 40، من 30 إلى 40. يبقى عندي فوق مقسمها لأربع مجموعات، كل مجموعة فيها 10 أسئلة. يعني أنت ممكن لو اتكيت على ضمنضة من 1 لـ10 هيظهر لك بس هنا على الشاشة الـ10 أسئلة بس بتوع المجموعة الأولى. بعد ما تخلصهم تضرب على المجموعة الثانية تظهر لك الأسئلة من 11 لـ20 وهكذا. وتحت هنا في الأسئلة مترقمة من 1 لـ40، يعني تضرب 1 2 3 تتك على الزرار بيظهر لك على طول السؤال. حلو أوي كده بالنسبة لترتيب الأسئلة. هنا تحت عندي في الشريط ده بيبقى هنا على اليمين السؤال بتاعي، وعلى الشمال بيبقى الصورة. إذا كان السؤال مدعم بصورة بتبقى الصورة على الشمال، لو ما كانش فيه صورة بيبقى المكان ده فاضي مفيش فيه حاجة. هنا عندي فيرو ولا فالسو، اف اختصار لفيرو والفي اختصار ل اف اختصار لفالسو والفي اختصار لفيرو. انت بتضغط على فيرو على فالسو او على فيرو، الاجابه اللي انت عايزها بتضغط عليها، بتعمل علامه هنا فوق علامه اكس هنا، معناتها ان انت حليت السؤال. وهنا عند زرارين اتنين، هنا واحد افانتي وهنا واحد ديترو، هنا بتطلع للسؤال اللي جاي وهنا بترجع تاني للسؤال السابق. يبقى هنا قدام تطلع الامام او تطلع او ترجع للخلف، من السهمين دومت تبدل منهم وانت ماشي تضغط على ده مباشره بيظهر لك السؤال اللي بعد كده وهكذا. تمام كده. وفي عند هنا على الشمال تحت خالص نهائي اللي هو التيمبو، الوقت بتاعي طبعا اللي هو نص ساعه، والعداد بيعد عد تنازلي زي ما احنا شايفين، بيبدا من 29 و59 ثانيه وهكذا، بيبدا يعد من تحت من فوق لتحت لغايه لما يوصل لصفر. قدامك نص ساعه لابد انك تحل الامتحان كله في النص ساعه، لو خلص الوقت وانت لسه ما حلتش السكيده بتقفل اوتوماتيك، وبتبقى الاسئله اللي انت ما اجبتش عليها بتعتبر غلط.
أي سؤال بيترك بدون إجابة بيعتبر في حكم الغلط بالظبط، كأنك السؤال اللي ما حليتوش بيعتبر أنت حليته غلط، بيعتبر كأنك حليته بالظبط غلط. فإحنا ناخد بالنا ونراجع على الأسئلة مرة تانية ونشوف إذا كنا في سؤال سايبينه ولا مفيش شيء، وبعد كده بتقرأ السؤال كويس وتربطه زي ما احنا نعرف مع الصورة وبنحل السؤال اللي انت شايف فيه صعوبة وما انتش فاهمه وما انتش عارفه، طبعا بتسيبه للآخر وترجع تاني تحل وتراجع وتشوف ايه اللي فاتك، ولو انت خلاص ما انتش عارف توصل لإجابة له فبتختار الفالسو أقرب إجابة للسؤال. لو انت أول مرة تسمع السؤال ده وما شفتوش قبل كده وما وردش عليك. طيب العنصر التاسع، ايه الحاجات اللي انا ما اقدرش اعملها في لجنة الامتحانات اثناء الامتحان اثناء الاختبار؟ تذكر انه غير ممكن انك تشيل معاك كتب او اوراق داخل اللجنة، ممنوع تاخد معاك كتاب او ورقة داخل اللجنة. 2، ممنوع عليك انك تتشاور او تتحاور او تتكلم مع اي حد من الناس اللي بتمتحن معاك او اصدقائك داخل اللجنة. 3، ممنوع استعمال هاتفك المحمول، التليفون بتاعك ممنوع يدخل داخل اللجنة. 4، ممنوع ايضا منك انك تطلب اي استفسارات حول معنى المصطلح، يعني في كلمة ما انتش فاهمها مش من حقك انك تسأل عليها المراقب، زي ما احنا شايفين واقف اهوت قدام مننا المراقب بيبص علينا، في واحد دايما كده بيلف حوالينا، فاحنا ناخد بالنا الحاجات دي. الاربعة ممنوعين، اوراقك كتبك ممنوعة، انك تتكلم مع زميلك اللي جنبك ممنوع، انك تستخدم هاتفك محمول ممنوع، انك تسأل على معنى الكلمة ديت مش فاهمها ممنوع. لو عملت الحاجات ديت ممكن يتم فصلك واعتبارك راسب في الامتحان. ايه اللي اعمله بعد ما انتهي من حل الامتحان؟ بعد ما انتهي من حل الامتحان وخلص الاسئله بتاعتي، قلنا لو كان في عندي وقت كافي ببدا احل الاسئله ببدا اراجع تاني، وبعد ما اخلص المراجعه لو عندي وقت كافي اراجع، ما عنديش خلاص بعمل اقفل الاسئله بتاعتي، بقفل الاسئله وبسلمها للمراقب اللي هو قاعد على المكتب في مدخل القاعة، بسحب السكينة ديت من الكمبيوتر. بعد ما انا بقفل البرنامج بعمل له كرج هنا يا جماعة، هنا بتك على الزرار ده اهو، ده بيقفل لي السكينة، يعني بيقول لي اهو قيود الزامي او طرن للضمانده، يعني انت عايز تقفل الامتحان بتتك قيود الزامي بيتقفل الاسكيده ويبقى كده اتحفظت الاجابات، ما تقدرش بعد كده تغيرها باي حال من الاحوال. عايز ترجع تاني الاسئله ترجع عليها بتتك على رتورن للضمانده. بعد ما خلص الاسئله وراجع عليها بنسحب الاسكيده زي ما احنا قلنا ونروح نسلمها على المكتب المندوب اللي قاعد على الباب، وباخد تليفوني وبنتظر في خارج القاعة لحد ما الناس اللي جوه تخلص والنص ساعة بتاعت الامتحان تعدي، وبعدها بخمس دقائق على الأقصى بيتم إعلان النتيجة على الفور، بيتم إعلان النتيجة بعد خمس دقائق من الناس لما تخلص الامتحان، بيبقى مكتوب ورقة على الباب بأسماء الناس اللي نجحت. قلنا لو انت ناجح بيتكتب قبل اسمك برمصه وجنب منك انت نجحت بكام غلطة، 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، اسمك مش موجود في الكشف بتبقى بروتشاتو، يعني راسب مش ناجح. وبعد لما تعرف اذا كنت انت نجحت في الامتحان تاني يوم على طول بتروح الى اسكولا جويدا المدرسة اللي انت مقدم فيها وتاخد منه الفوليو روزا، وده الفوليو روزا بالمجان، يعني تسحب الفوليو روزا بالمجان، والفوليو روزا زي ما احنا عارفين مدة صلاحيته 6 شهور، من حقك تركب العربية خلال هذه المدة بس بشروط ان يكون معاك واحد معاه بتنت على الاقل 10 سنين او معاه درجة اعلى من الرخصة اللي معاك. وطبعا انا ما بحبش ان احنا نسوق بالفوليو روزا، نستنى شوية لغاية لما نخلص الالزامي دي اجويدة.
ده كل الملخص بتاع النص ساعة قبل الامتحان والنص ساعة بعد الامتحان. إن شاء الله هنعمل لكم درس جديد تاني، هنتكلم بقى ونحل مع بعضنا نموذج امتحان في نص ساعة بالظبط، هنظبط الوقت بتاعنا على 30 دقيقة بالظبط، ونعرف إزاي نقدر نجتاز الامتحان ونحل مع بعض النموذج في 30 منوتي. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع، وحتى ألقاكم في درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. لكم مني خالص المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.